بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أحييكم أيها الحضور الكريم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفتتح الآن الجلسة الثانية من ندوة المصنعة في صفحات التاريخ. وبداية أود أن أقول أن اللجنة المنظمة لهذه الندوة وضعت حدوداً قبل الإعلان عن البحوث، وهذه الحدود من أهمها أن تكون مرحلة البحث إلى ما قبل النهضة المباركة، بمعنى أن البحث في أي جانب من جوانب الندوة يكون إلى ما قبل النهضة المباركة. فلذلك ربما هذا الكلام يجيب عن كثير من الإشكاليات التي طرحها بعض الأخوة جزاهم الله كل خير. فالأعلام والبحارة وما يرتبط كذلك من حوادث جديدة وحديثة غير داخلة أصلاً في موضوع الندوة، وإن شاء الله تعالى مع مرور الأيام وتتابع الأزمان وإقامة ندوات أخرى إن شاء الله نحاول أن نعالج القضايا المستحدثة في التاريخ أو في الاقتصاد أو في أي جانب من جوانب أو من الجوانب المرتبطة بالولاية. وهنا نقطة أخرى أريد أن أركز عليها، وهي قضية الكتابة في التاريخ. الكتابة في التاريخ كتابة شائكة، ليست بالسهلة، تحتاج إلى جهد مضمن، وهي اجتهادات في غالبها ظنية تتغير بين الفينة والأخرى حتى مع الباحث نفسه. الباحث نفسه قد يصل بعد اجتهاد طويل إلى هذا القول ويرجح هذه الحادثة على غيرها من الحوادث، لكن لا تمر به الأيام حتى يغير رأيه فينتقل إلى الرأي الآخر. لذلك هذه البحوث وإن انتشرت وإن شاعت لا تعني أنها تحمل الحقيقة التامة الكاملة لولاية المصنعة، هي معلومات يغلب عليها الظن، معلومات اجتهادية قابلة للنقاش، والنقاش يقوم به الباحثون المجتهدون المخلصون، يقلبون صفحات التاريخ ويقرؤون هذه البحوث قراءة جادة واعية. وليس الغرض من الحديث عن التاريخ التفاخر والتباهي، إنما الغرض من ذلك الاستفادة من الماضي وتثميره في الواقع. لسنا وإن كنا ذوي حسب يوما على الأحساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني، ونصنع أو نفعل مثل ما فعلوا. فهذا هو المطلوب من مثل هذه الندوات، وهذا الذي نرجوه. والآن نبتدئ مع الدكتور حميد بن سيف النوفلي، وهو باحث معروف حصل على الدكتوراه في الإدارة والتنمية سنة 2011، يعمل باللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة بقطاع الثقافة، له مشاركات محلية ودولية. إن شاء الله تعالى يحدثنا في غضون 20 دقيقة عن المصنعة في بعض المصادر الأجنبية، في بعض المصادر الأجنبية وليس في جميع المصادر الأجنبية. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. هذا البحث كما ذكر المقدم سيتناول المصنعة كما وردت في مصادر أجنبية محددة فقط وليس في كل المصادر. طيب، نتكلم بالتمهيد حول بعض الأمور، يعني إشكالية البحث تعتمد على 3 أسئلة رئيسية كبرى. السؤال الأول، ما طبيعة المصادر الأجنبية المختارة لهذه الورقة؟ طبعا لم يعني أتوسع في كثير من المصادر، إنما كان الاختيار على مصادر بسيطة ومحددة. السؤال الثاني، كيف تناولت هذه المصادر المختارة الحديث عن المصنعة؟ ثم السؤال الثالث الكبير، إلى أي مدى يتوافق ما كتبته هذه المصادر عن المصنعة مع الواقع الذي يعني واقع المصنعة طبعا. طيب، قبل أن نبدأ في الإجابة على الأسئلة الثلاثة،
أود أن يعني أوضح أن هذه الورقة البحثية ستتناول المصادر التي تحدثت عن المصنعة في الأربعة قرون الأخيرة، ومثل ما تفضل الدكتور طالب إلى عهد الدولة الحديثة في عمان إلى قبل 1970. السؤال الذي تكرر سابقا في أكثر من مرة، متى ظهر أول تاريخ لاسم المصنعة؟ الكلام طبعا لا يستطيع أحد أن يقطع بتاريخ معين يعني وجد فيه اسم المصنعة، إنما في إشارة، وهذه الإشارة ليست دقيقة وتعبر عن قائلها. طبعا نحن نعتمد على المصادر الأجنبية. مايلز تكلم قال أن في زمن عبد الملك بن مروان أرسل أسطولا بحريا إلى عمان للسيطرة عليها، فنزل بقواته على ساحل الباطنة في منطقة قريبة من المصنعة. هذا الكلام يتكلم عن 77 هجرية، لكن الكلام غير دقيق، المكان موجود لكن التسمية ليست، يعني لا نجزم أنها هذه المنطقة كانت معروفة من ذلك الزمان 77 هجرية، يعني قبل 1400 سنة بنفس الاسم. فهي المسألة مسألة ظنية. الدكتور الأستاذ الباحث فهد السعدي يقول أقدم ذكر وجدته لاسم المصنعة يرجع إلى سنة 1118 هجرية. طيب، هذه المصادر لها طبيعة معينة ولها سمات، من سماتها أنها محدودة من حيث العدد، لا تتجاوز 10 مصادر حتى لا نتوسع ونتشعب. كذلك أنها مصادر متنوعة، يعني بين الكتاب التاريخي والموسوعة وبين أدب الرحلات والتقارير السياسية وبعض الخرائط، فلم تنحى منحى واحد كل كتب أو كلها موسوعات، إنما تنوعت. كذلك كتبت باللغة الإنجليزية أولا ثم نقلت إلى العربية، لكن البحث لم يشتمل على مصادر كتبت بلغات أخرى مثلا بالفارسية والهندية، رغم وجود كثير من الفرس والهنود في عمان سابقا. كذلك التقارير الرسمية التي أعدها الوكلاء السياسيون لحكومة الهند البريطانية، وكذلك الخرائط التي أعدها الرحال والمستكشفون، يعني كتبت في أغلب الأحوال لأغراض سياسية واقتصادية كما هو معروف، ويعني في الغالب الأغراض السياسية لا تستطيع أن تأخذ منها يعني معلومات متوسعة غير عن الوصف اللي يعني يهدف إلى إعطاء معلومات واسعة عن المنطقة. لو استعرضنا هذه المصادر التي اخترناها نجد أنها يعني نصنفها إلى موسوعات، كتب تاريخية، تقارير رسمية، خرائط، وكتابات الرحالة كما هو واضح أمامكم، مصدر هذه المصادر أو يعني أسماها، وكذلك من ألف هذه المصادر. نبدأ أولا بالموسوعات. اخترنا موسوعة واحدة تسمى السجل التاريخي للخليج وعمان وأواسط الجزيرة العربية، وهي مشهورة جدا، ألفها كاتب بريطاني اسمه لوريمر. طبعا هذا الكتاب موضوع الخليج، ويعني يهدف إلى يكشف إلى الكشف عن جوانب مجهولة في تاريخ المنطقة وتاريخ عمان بوجه خاص، وهو مرجع مهم قام أو اعتمد على مشاهداته لوريمر نفسه على تجاربه ورحلاته. استعان فيه طبعا بفريق ضخم واستمر العمل فيه مدة 10 سنوات، وطبع أكثر من مرة وعيد طباعته. كانت أول طبعة في 1908 في الهند، طبع في السلطنة في جامع صنقابوس، طبعة فاخرة وهي تعتبر من أجود وأفضل الطبعات. هذا المصدر، هذه الموسوعة لأهميتها أجريت حولها العديد من الدراسات. طبعا هذه الصورة للموسوعة في طبعات مختلفة، الصورة اللي في الوسط هذا المؤلف وعائلته. الدراسات التي أقيمت حول هذه الموسوعة كما تشاهدون، بعضها عن النخيل وبعضها عن دولة الإمارات وبعضها عن السعودية وهكذا. كثير من الباحثين اعتمدوا على هذا المرجع وهذا المصدر المهم في يعني الحصول على معارف جديدة. النوع الثاني الكتب التاريخية، واخترنا منها 3 كتب. الكتاب الأول لمايلز، كتاب الخليج بلدانه وقبائله، طبعا هذا السلطنة طبعته في وزارة، ممثلة في وزارة التراث مرتين كما تشاهدون، الطبعة الأولى والطبعة الثانية. يتضمن تاريخ عمان حتى وفاة السيد سعيد بن سلطان، جمع فيه كثير من المعلومات خلال رحلاته. طبعا كان هذا مايلز كان وكيل سياسي
في السلطنة مقيم وكان يعني ويجيد اللغة العربية وله رحلات كثيرة. الكتاب الثاني عمان منذ 1856 مصيرا ومسيرا، يعني منذ وفاة السيد سعيد بن سلطان، ألفه الأمريكي لندن وركز على عمان بشكل خاص وفسر بعض الأحداث التاريخية المهمة واستنتج منها بعض الحقائق الاقتصادية والمؤثرات الدولية والداخلية. هذا الكتاب أيضا مهم في موضوع. هذه صورة للكتاب. الكتاب الثالث تاريخ أئمة وسادة عمان، ألفه بادجر وهو أصل هذا الكتاب ترجمة لكتاب الفتح المبين لابن رزيق، طبعت وزارة التراث أكثر من مرة كما تشاهدون. أيضا بنعتمد على الخرائط لأن الخرائط تعطينا بعض المؤشرات وبعض المعلومات المهمة. هذه خريطة رسمها لوريمر في السجل الموسوعي اللي ذكرناه، طبعا الخريطة كبيرة جدا لكن ما كانت واضحة بالنسبة للتفاصيل الصغيرة اللي نبحث عنها وهي تتعلق عن المصنع. هذه الخارطة التي أمامكم هي جزء من خارطة الخليج كامل، فإيش بتطلع يعني ولاية المصنع في هذا الجزء. هذه خارطة أخرى أيضا فيها بعض المؤشرات، لو تشوفوا في كلمة ودام والملدة، إذا واضح عندكم بنأتي إليها بالتفصيل بعد شوي. هذه خارطة أخرى وتظهر فيها عدد من القرى المصنعة بكل وضوح، شايفين الملدة بخط واضح، الشرس ودام والطريف وهكذا. خرائط مايلز. مايلز كان مقيم سياسي في عمان وقام بكثير من الرحلات في عمان، وكان الرجل يعني في رحلاته يرسم خرائط لخط سيرة أو للمناطق التي يمر عليها. تبدو قرية بوعبالي واضحة في بداية الخارطة من الأعلى على اليسار، لا تشوفون، يبدو أن انطلق من بوعبالي أو أن رسم خط يعني سير من بوعبالي إلى الجهات الداخلية كما هو واضح. ويلستيد أيضا رسم عدة خرائط لأن قام بعدة رحلات برية في عمان. من ضمن هذه الرحلات قام من بركة إلى مصنعة ومن شناص إلى الشارقة. هذه خرائط ويلستيد تتميز بينها دقيقة جدا في وقت يعني كان يصعب يعني رسم خرائط دقيقة لعدم وجود آلات متطورة. هذه جزء من الخارطة لكن ما واضح باعتبار أن اسمه يعني الريزوليوشن غير واضح. أيضا كوكس أحد المعتمدين السياسيين رسم خارطة وهو في سيرة من أبو ظبي إلى مسقط وذكر فيها ودام والملدة كما تشاهدون واضحتين في الخارطة. هذا الجزء يوضح ودام والملدة تحديدا في منتصف الخارطة. عندنا أيضا تقارير رسمية صنفناها إلى قسمين، القسم الأول تقارير الوكلاء السياسيين والقسم الثاني التقارير التي قدمها المنصرون الذين كانوا يباشرون أنشطة تنصيرية في عمان ومن ضمنها المصنع. هذه التقارير تحدثت عن الأوضاع العامة لكن فيها معلومات قليلة جدا عن المصنع، من ضمنها ما سجله بعض تقرير مايلز أن قيام إبراهيم بن قيس البوسعيدي باحتلال المصنع والتعرض للرعايا البريطانيين والهنود أي التجار البنيان. النوع الثاني من التقارير تقارير المنصرين وكانت لهم أنشطة تنصيرية في عمان تحديدا يعني بشكل عام وفي المصنع تحديدا. الدكتور سالم الحسيني قام بجهد مشكور ويعني ألف هذا الكتاب الحملات التنصيرية لعمان وذكر فيها إيش كان هؤلاء المنصرون يعني يقومون بأنشطتهم في المصنع من ضمن المناطق التي كانت يعني هدفا لأنشطتهم. الرحالة الغرب أيضا كانت لهم بعض الجهود، كتبوا عن عمان بشكل أدبي، فنجد مثلا أن الدكتور هلال الحجري أصدر كتاب اسمه غواية مجهول ويعني تتبع بعض ما كتبه هؤلاء الرحالة والأدباء، كتب عن عمان مثلا مايلز يقول وكانت المصنعة من المناطق التي مر عليها في إحدى رحلاته المهمة يعني رحلات مايلز. هذا الكتاب طبع مرتين كذلك يعني يتكرر ذكر المصنعة في أكثر من مناسبة.
طيب بالنسبة لي احنا تكلمنا الآن عن المصادر، لا نتكلم عن الكتاب الذين كتبوا تلك المصادر وألفوها. طبعا هم مختلفون، يعني بعضهم سياسيون يعني مقيمون أو وكلاء أو قناصل أو قادة، كذلك بعضهم منصرون وبعضهم مكتشفون وهكذا، فتتنوع يعني توجهاتهم ومشاربهم. وفي هذه الشريحة بعض المعلومات حول نخبة منهم، اخترت أنا ثلاثة أو أربعة. فمثلا هذا ويلستيد كان ملازم في البحرية الهندية، مايلز كان تولى منصب الوكيل السياسي وشكلت المصنع كما ذكرنا جزءا من اهتماماته، لوريمر كان سياسي انجليزي، زويمر كان قسيس نصراني وكان يعني له طموح يعني واسع انه يعني يحقق اهداف التنصيريه في عمان وفي المصنعة بالتحديد، لكن ولله الحمد يعني جميع محاولاته باءت بالفشل. ثم قال يائسا: الاسلام الدين الوحيد من بين اديان العالم الذي تمكن من ان يواجه المسيحيه ويقهرها. طيب ما مضمون هذه المصادر؟ أنا صنفت مضمون هذه المصادر إلى سبعة أبعاد: جغرافي، اجتماعي، سياسي، ثقافي، معماري، اقتصادي، بيئي. طبعا كل بعد له بعض المواضيع الفرعية نأتي إليها بشيء من التفصيل. فمثلا في البعد الجغرافي نتكلم عن الموقع، وضح أكثر من واحد أن المصنعة تقع في قلب شبكة الطرق البرية في الإقليم، فهي طبعا بطبيعة الحال توصل إلى الرستاق، إلى بركة، إلى بين مصنعة وبين صحار ومسقط وهكذا. كذلك المصنعة تعتبر محطة برية مهمة، تكلم عن ذلك ويلستيد أنه بعد ما تعافى من الحمى رحل عن طريق بركة والمصنعة والسوق إلى عبري، فكانت محطة مهمة المصنعة. لو تكلمنا عن الحدود الجغرافية كما ذكرتها هذه المصادر للمصنعة وما جاورها، يربط لوريمر على سبيل المثال العلاقة بين المصنعة والحزم ويحدد يعني الحدود بينهم. كذلك يضيف إلى أن جزر السوادي تقع فيما يقرب من منتصف الطريق الممتد بين بركة والمصنعة، وفي موضع آخر يحدد الجهود الحدود الغربية ويقول: السويق مدينة وميناء على ساحل الباطنة تبعد كذا كذا 14 ميلا غرب الشمال الغربي للمصنع، فهو يحدد حدود الولاية من جميع الجهات. بالنسبة للقرى ذكرت الكثير من هذه المصادر كثيرا من قرى الولاية، فذكرت أبو عبال، المراغة، الشعيب، المصنعة، طوشاوي. ربما كان طوشاوي آهلة بالسكان ذاك الزمان، لأن يعني من يوم ذكرها وحدد أنها يعني من أهم القرى أكيد لابد أنها تكون يعني آهلة بالسكان بخلاف اليوم. كذلك الطريف، المصنعة، الشرس، العويد، ودام. في قرية حتى كنت أنا يعني أستبعد أن تكون من المصنع اسمها رقاص، لكن الدكتور طالب جزاه الله خير هو نبهني قال هذا السيح يقع جهة الغرب من خبة القعدان وربما كان أهلا بالسكان، في خطأ هنا. طبعا سور القرط أيضا ذكر في هذه المصادر. بالنسبة للوديان أيضا ذكر بعض الرحالة الأوروبيين أن أحد الوديان تنتهي في منطقة أبو عبالي بالمصنع، وهناك وادي رابع وهو وادي بني خروص يندمج مجراه الأسفل مع وادي مستل ويصب في البحر في منطقة أبو عبالي. البعد الثاني البعد الاجتماعي، لو تكلمنا عن السكان نجد أن لندن ذكر أن عدد السكان في فترة من الفترات في عام 1900 تحديدا قد انخفض في مناطق الباطنة، وبعد ذلك تدهورت حالة عدد آخر من المدن الساحلية مثل بركة وشناص وصحم والمصنعة، يعني خص المصنعة دون أن يذكر سبب ذلك. مايلز أيضا قدر عدد السكان في المصنعة ب 15,000 من عدة قبائل. لندن يقول أن تعداد قرية ودام لا يزيد عن 100 نسمة في 1840، وهكذا في إشارات مهمة حول السكان. بالنسبة للهجرات طبعا لم يتعرض الكثير إلى الهجرات التي كانت مثار نقاش، هجرات العمانية إلى خارج عمان. وجدنا إشارات بسيطة ومقتضبة إن يعني في فترات التدهور الاقتصادي اضطر عدد كبير من العائلات التجارية البحرية التي تسكن أو العربية التي تسكن على البحر إلى الانسحاب إلى المزارع في داخلية عمان، هجرة داخلية بسيطة. أنشطة السكان ذكرت من صيد السمك وبعض الصناعة الحرفية، كنا نتمنى يعني تفصيل كثير وأشد وأكثر حول
مسألة الصناعات باعتبار المصنع يعني تشتهر بكثير من الصناعات. كذلك هناك ذكر للجاليات الأجنبية التي كانت تسكن المصنعة، فمثلا لوريمر يقول في المصنعة 28 شخص من الرعاية البريطانية، منهم 10 من الهندوس و8 من غير المسلمين أو 18 من غير المسلمين ينتمون إلى الخوجة. وكذلك في موضع آخر يقول أن عدد تجار الخوجة في ميناء المصنعة ضئيل جدا في عام 1905، وهكذا في إشارات من هنا وهناك. أيضا في معلومات تبين عدد الهندوس في ميناء المصنعة في عام 1905، وكان عددهم 10 أشخاص فقط. بالنسبة للبعد السياسي، في إشارات حول ولاة المصنعة الذين تعاقبوا على ولاية المصنعة وذكرتهم هذه المصادر، مثل بدر بن سيف عين أن بدر بن سيف عين ابن عمه سالم بن حمد واليا على المصنعة في عام 1806. ويقول باجر أن السيد حمد بن سالم بن سلطان بن أحمد واليا لولاية المصنعة في زمن ابن عمه الراحل. هنا الاسمين متشابه، أحد يقول سالم بن حمد والثاني يقول حمد بن سالم، لا ندري هل في تناقض بين الاسمين أم لا، يعني كل واحد فعلا تولى ولاية المصنعة. هناك أحداث أيضا تاريخية مهمة حدثت في المصنعة وذكرت هذه المصادر. تذكر أن ثورة سياسية نشبت في عام 1874 تحديدا في المصنعة في السويق. كذلك كان في اجتماع انتخابي في عام 1785، اجتمع القضاء والشيوخ في المصنعة تحديدا وانتخبوا قيس بن أحمد شقيق الإمام، يعني كان انتخاب رئيس الدولة وإمام الدولة كان في المصنعة في التاريخ، وهذا حدث مهم بطبيعة الحال. كذلك أن المصنعة كانت معسكرا للجيوش، أقام فيها أكثر من جيش في المصنعة لفترات متباعدة. كذلك حدث صلح تاريخي في المصنعة بين سيد سعيد بن أحمد ومطلق المطيري من جانب القوات الغازية. كذلك أن المصنعة كانت نقطة الانطلاق لتوسع الدولة، حيث سيطر سلطان بن أحمد بن سعيد على المصنعة والسويق، وهذا طبعا مذكور في هذه المصادر. أن كذلك المصنعة دخلت في حصة سيد تركي بعد تقسيم الدولة بعد وفاة سيد سعيد بن سلطان. تعرضت أيضا للنهب في عام 1808، وكذلك وقعت تحت الحصار في زمن حفيد الإمام أحمد بن سعيد في عام 1832. يعني هذه ملامح بسيطة للأحداث السياسية. كذلك هناك أنشطة علمية، إذا أخذنا البعد الثقافي نجد أن صار مسح بحري للساحل بين راس فرتك عند مرباط، وهو ميناء قديم جدا كان اشتهر بتصدير اللبان، وبين المصنعة قام به واحد من العلماء في عام 1844، وربما أن هذا المسح كان لأغراض علمية. كذلك من إذا أخذنا الأنشطة التنصيرية وضمناها داخل البعد الثقافي، نجد أن في نشاط مهم كان للمنصرين في المصنعة والسويق وصحار وبركة، وطبعا الكتاب اللي ذكرناه كان يفصل هذه المسألة بشكل أكبر. في المصنعة أدخل هؤلاء المنصرون يعني أسلوب جديد. أول ما دخلوا جهاز أو أجهزة مرئية كأسلوب جذب، يتمثل في تشغيل جهاز لعرض الصور شفافة، بغية أن يعني يجذبوا الناس ويعرضوا على ذاك الجهاز صور عن ديانة النصرانية، لكن هذه الحيل باءت بالفشل. تعطين دقيقتين؟ طيب. وهناك طبعا يعني أبعاد مهمة مثل حصن المصنع ذكر كثيرا في هذه المصادر في أكثر من موضع. وكذلك القلاع الأخرى ذكر أن ودان بها سور، قرية القرط تسمى بسور قرط، قرية الملدة ذكر أن بها حصنا كبيرا. وأنا أثارني يعني موضوع هناك اسمين لسورين، سور الهايض وسور مقنيات، يعني وقفت أمامه عاجزا، هل من المصنعة ولا من خارج، اختلط الاسم على المؤلف، وهذا الأمر يحتاج إلى مزيد بحث. تكلم عن الجانب الاقتصادي كثيرا، وباعتبار أن لب الموضوع أن المصنعة كانت ميناء حيويا، وطبعا لكثير من السلع من ضمنها الأسلحة والرقيق وغيرها. الصادرات الواردات تكلم عنها الشيخ حمود قبل قليل، وأيضا حتى ذكروا مسألة البعد البيئي وأن الولاية كانت تعاني من نقص في الماء العذب وما شابه ذلك. تكلموا عن أفضل أنواع الجمال في المنطقة،
وأقواها وأفضلها حسنا وقيمة نوق المصنع والسوق الخابورة، هذا طبعا حقيقة إلى اليوم لا تزال موجودة. يعني ذكروا أن ساحل باطنة تعرض لإعصار ومن ضمنها المصنعة أكثر من مرة طبعا. ذكروا أن أيضا داء الكوليرا يعني انتشر في هذه المنطقة ومن ضمنها المصنعة. عموما هذا بالنسبة لهذه إحصائية لذكر القرى، قرى المصنع في المصادر، هذا المصدر والقرى التي ذكرها وفي الصفحات وكم مرة تكرر الذكر. بنظرة سريعة نلاحظ أن المصنع وقراها المختلفة حضورا جيدا في المصادر الأجنبية موضوع هذا البحث، لكن هناك بعض الملاحظات سريعا. يعني لم تذكر جميع الشواهد الأثرية، كذلك سير الأعلام يعني أغفلتها هذه المصادر، لم تتحدث عن علاقة التأثير والتأثر الحضاري بالمصنع وغيرها سواء كان داخل عمان وخارج عمان، السؤال الذي ذكروه الأخوة. لم نجد تفصيل عن الصناعات الحرفية ولا حتى عن العادات والتقاليد ولا حتى عن الحياة العلمية، كانت مغيبة تماما. كتابة بعض القبائل والأسماء والأسماء القرى كانت بشكل يعني خاطئ، هذه بعض النماذج لذلك. فعموما هذا يعني وأيضا كان يميلوا إلى يعني إلى مغالطات تاريخية، مثلا يسمون البوكرك الفاتح الأكبر وفتوحات البرتغاليين، وهذا طبعا أمر يعني مرفوض. أيضا وصفوا واحد منهم وصف رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل عمان بأنها وثيقة مزورة. عموما أمام هذا التحريف فإن الحاجة لتنقيح التراث الذي وثق كتب وثق وكتب التاريخ العماني ملحة أكثر من أي وقت مضى. هذه التوصيات باختصار، نحتاج إلى مزيد من دراسات البحوث حول المصادر الأجنبية التي تتحدث عن المصنعة. أيضا لابد من السعي لإبراز أهم ما كتب عن المصنعة في الوثائق الهندية والفارسية باعتبار أنهم كانوا موجودين ويمارسوا النشاط الاقتصادي. لابد من إيجاد مادة أو نوصي بإيجاد مادة تعليمية عن تاريخ المصنعة مأخوذة من مختلف المصادر الأجنبية حتى تكتمل الصورة وصياغتها بشكل طيب. هذا الخاتمة، شكرا على إصغائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.